فرحة مواطني بغداد بافتتاح مجسر عدن صنعاء، زيارة الكادر الرياضي ولاعبي المنتخب لمشفى الثقلين في البصرة، ومن الخشب والشوادر قامت سيدة نازحة ببناء منزل متواضع في لبنان، والمزيد من قصص اليوم من نيو ترندينج. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من بغداد. وفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فرحة مواطني بغداد بعبور أول سيارة على مجسر ساحة عدن بعد افتتاحه مع مجسر صنعاء ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية. خلونا نتابع. هذا الفيديو مشاهدينا على العديد من التعليقات، إليكم بعضا منها على منصة إنستغرام. سامر محمد علق: شقد إحنا شعب بسيط، أبسط مقومات الحياة تفرحنا، مع أنه هذا بناء الشوارع وتعميرها هو من حقوقنا كمواطنين. محمود ركان علق: تستاهل بغداد الحبيبة ويستاهلون ناسها الطيبة، وإن شاء الله منها للأعلى. أما طه إسماعيل فعلق: للأسف وصلنا لهاي المرحلة، صرنا نشوف الجسر إنجاز عظيم، الله يفرجها. شو أقول يعني؟ من هذه التعليقات ننتقل مشاهدينا إلى فيديو وثقه مواطن من البصرة منتقدا المتنزه الوحيد في ساحة الحرية بمركز المدينة، والتي كانت عبارة عن أتربة ورمال ونافورات خارجة عن الخدمة وحتى سارية بدون علم. خلونا نتابع. اخوان السلام عليكم. طبعا هاي ساحة الحرية المتنزه المتنفس الوحيد عن مركز المدينة في محافظة البصرة. هاي وضعيتها، شوف وضعيتها، يعني عبارة عن أتربة عن رمال، يعني وضعية تعبانة والله العظيم. ما أعرف يعني هسه بين فترة وفترة بلدية البصرة جزاهم الله خير يعلنون عن صيانة وإدامة هاي الحديقة، وهاي الوضعية يمتى ما جيها بهاي الحالة مثل ما قاعد نشوف، يعني عبارة عن تراب ورمو. ما أعرف يعني هاي الأموال اللي قاعد ترصد شعبة الزراعة والتجير شنو شغلها؟ زين أنتم هسه عندكم حملة ورفعتوا شعار راح نحولها خضرة. فيديو كهذا لابد أن يحظى بالعديد من التعليقات، إليكم بعضا منها على منصة فيسبوك. ستار سالم علق: بالله هي هاي ساحة مال ألعاب عود، يعني والله لو تركيها فارغة هم أحسن. أم عمر علقت: يعني لو تحطون بس كم مرجوحة مو أكثر، لهاي الدرجة مكلف الموضوع؟ هذول الأطفال شلون يتونسون؟ وين يقضون وقتهم؟ أما مريم العمر علقت: ترى والله ما يراد لها شيء، بس شوية اهتمام، الجهال صاروا بس على التليفونات قاعدين، لو اكو مكان مرتب مال العاب يطلعون بطاقتهم. من هذه التعليقات ننتقل مشاهدينا إلى فيديو وثقه مواطن انتشر بين وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سيارة تابعة لشركة نفط البصرة تجوب شوارع المدينة بسرعة مفرطة وتصدر دخاناً أسود كثيف، حيث تكررت هذه الظاهرة بشكل يومي، حيث يهدد هذا التصرف سلامة المواطنين ويساهم بتلوث البيئة بشكل كبير. إلى
فيديو آخر يظهر اصطدام دراجة نارية بسيارة، حيث تجاوز صاحب الدراجة النارية الإشارة ولم يلاحظ حتى وجود السيارة القادمة إليه. مستمرون مشاهدينا معكم بالترند العراقي وإلى فيلم أكشن بنكهة هوليوودية، حيث قام زملاء من جامعة البصرة بإنتاج فيلم قصير باللغة الإنجليزية وبإمكانيات محدودة بعنوان الصفقة الأخيرة. The Last Deal. Copy that. Over. فيديو مؤثر انتشر بين وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اهتمام أخت بأخيها وكيف تساعده على الحركة بسبب عدم قدرته الكاملة على المشي، حيث نال هذا الفيديو استحسان العديد من المتابعين. وعدنا أخيرا إلى العلم نور بشوق التلاقي وشوق الحضور لأغلى مكان صرح الأمان لصوت الهتاف ونقش السطور وعدنا. قام كل من الكابتن عدنان درجال والكابتن يونس محمود برفقة المدرب كاساس ومجموعة من لاعبي منتخبنا الوطني بزيارة مستشفى الثقلين لعلاج الأورام في البصرة. المزيد من قصص وأخبار يوترندينغ لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد وإلى أبرز الترندات العربية. إلى لبنان وفيديو لنازحة من الحرب إلى البحر. ليندا
قامت ببناء بيت متواضع من خشب وشوادر بعد أن دمر القصف الإسرائيلي منزلها، حيث صنعت منزلاً بغرفة ومطبخ وحمام على الكورنيش. مين ده دمر بيته كله بحرب لبنان؟ إيش تعيشت على الطريق بوجه البحر؟ من خشب وشوادر عملت بيت لإلها. ليندا؟ خشب والشوادر من وين جبتيهم؟ والله رحنا على المزرعة وجبناهم. شو هيدا؟ هاي أنا عملت تخات من طبالة طبالة. هلا أوديكي على مطبخي اللي عملته. مطبخي؟ برا؟ هاي الزاوية للمشات؟ أيوة. وين بتجلي؟ عم بجلي. هوني عم تجلي؟ أيوة والله. أخذتي من الرمل مجلة لقلك؟ غاز وبراد من وين جبتيهم؟ والله هدول اللي طلعتهم هاي من الركام. هيدا برادي؟ ايه والله هاي مساعدة. حمام هذا عملناه على الكورنيش. حمام على الكورنيش؟ كيف عملتوه؟ حفرنا بالأرض وعملنا كرتون. ما ندبر حامة شو ما نعمل. كيف بتغسلوها؟ بنغسلها. هيدي الخيمة بتمشي هلا بهيدا الطقس. انت بتعرفي بعد شهر وقت العواصف شو رح يصير فيها؟ إلى فيديو آخر يظهر الإعلامية رابعة زيات تتولى فتح المحلات التجارية المغلقة لتحويلها إلى مأوى للنازحين اللبنانيين الهاربين من المناطق التي تشهد قصفاً عنيفاً ودماراً هائلاً في الممتلكات. يعطيكم ألف عافية يا شباب. شو عم تعملوا؟ ست رابع أنت سمحتي لهم يفتحوا هون؟ يعطيكم العافية. ضروري. إلى فيديو آخر في مصر يظهر مؤتمر مصري عبر عن فرحته بزيارة المسجد النبوي بالرقص. فيديو متداول من المغرب يظهر مشهداً لطيفاً لطالبات حفظ القرآن الكريم وهن ينشدن في زفاف معلمتهن في إحدى القرى. ننتقل مشاهدينا إلى أبرز الترندات العالمية. إلى لندن ونشطاء يلصقون صورة لأم فلسطينية وطفلها فوق زجاج لوحة الأمومة لبيكاسو في المعرض الوطني، حيث حاول النشطاء من خلال هذا العمل الضغط على الحكومة البريطانية بفرض حظر أسلحة على إسرائيل، إلى جانب وقف جميع تصاريح النفط والغاز التي تم منحها منذ عام 2021 وفق وسائل إعلام بريطانية. إلى ماليزيا، حيث رصدت كاميرات المراقبة في أحد الأسواق التجارية مشهداً غريباً لرجل ظهر بساق واحدة يسرق حذاءً لاستخدامه،
ورغم فقدانه إحدى ساقيه فإن هذا الشخص استمر في ارتكاب هذه السلوكيات الغير قانونية. فيديو متداول لامرأة مخمورة تعتدي على سائق توصيل بعد مشادة مرورية بطريق يونيفرسيتي تاون ويست، مما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، فيما احتجزت الشرطة الجانية للتحقيق. إلى الهند، وفيديو متداول لفتاة تقود دراجة نارية بمهارة عالية مرتدية ما يسمى بالساري. إلى فيديو غريب وطريف بنفس الوقت، يظهر قيام أحد الصيادين بوضع السمك داخل الصندوق الأمامي لسيارته الكهربائية تسلا، حيث أثار هذا التصرف دهشة العديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي. في فيديو يجمع العمل الشاق مع المهارات القتالية، اثنان من عمال البناء يستعرضان مهاراتهما الاحترافية في الملاكمة وسط موقع العمل. إلى أمريكا وتحديداً واشنطن، وفيديو متداول لحيوانات الراكون وهي تحاصر منزل امرأة بمدينة بولسبو، حيث استنجدت السيدة بالشرطة بعد أن وجدت ما يقارب من 100 حيوان أمام منزلها ليلاً ونهاراً، قائلة إنها داومت على ترك الطعام لحيوانات الراكون طيلة 3 عقود. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من نيو تريندينج، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.